بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا فيكم أصدقائي طلاب وطالبات الصف الثامن في شرح درس جديد من دروس الرياضيات للصف الثامن الفصل الثاني. درس الأول من الوحدة الخامسة بعنوان حل المعادلة التربيعية بالتحليل. رح نعرف اليوم كيف بنحل المعادلة التربيعية باستخدام طريقة التحليل. طبعا في عنا أكثر من طريقة عشان نحل المعادلة التربيعية، ولكن الآن رح نبدأ في هذه الطريقة. ولكن أولا إذا أنت مش مشترك في القناة بتمنى تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات عشان تصلك الفيديوهات أول بأول. أيضا بتمنى تعمل لايك للفيديو وشير لأكبر عدد من أصدقائك وعلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي عشان تستمر القناة وما تتوقف. أيضا إحنا أضفنا وسيلة جديدة لدعم القناة عشان تستمر القناة في تقديم المحتوى المفيد لإلكو، وهي الدعم عن طريق موقع الباتريون. فأي حدا حابب يدعم القناة بإمكانه دعمنا عن طريق موقع الباتريون، رابط الموقع حتلاقوه موجود في الوصف أسفل الفيديو. أيضا ياريت تتابعونا على جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، الروابط كلها بتلاقوها في الوصف أيضا أسفل الفيديو، وبتمنى إنكم تطلعوا على الروابط الموجودة في الوصف أسفل الفيديو حتفيدكم كتير. وعشان ما نطولش عليكم خلونا نبدأ. نيجي الآن لنشاط واحد اللي موجود عندي. نشاط واحد بيحكي لي تحظى لعبة كرة القدم بشعبية واسعة في فلسطين ويمارسها الشباب على نطاق واسع. من المهم إتقان اللاعبين للتمريرات بأنواعها الكرة، فكان ارتفاعها أو ركل لاعب الكرة فكان ارتفاعها عن سطح الأرض في أي لحظة ممثلا بالعلاقة ف طبعا اللي هو عبارة عن ارتفاع الكرة اللي هي مسافة الارتفاع للكرة اللي ركلها اللاعب، سالب 5 نون تربيع زائد 20 نون، حيث نون تمثل الزمن المار بالثواني. يعني هذه المسافة شايفين انها عبارة عن معادلة بدلالة الزمن، اللي هي نون اللي هي عبارة عن الزمن بالثواني. يعني اذا انا بدي اعرف قديش الارتفاع تبع الكرة في وقت معين بجيب قديش عدد الثواني من لما أطلق اللاعب الكرة، وبأعوض عن عدد الثواني بنون اللي موجودة في المعادلة فبتطلع لي اللي هي المسافة. طيب فماذا تسمى هذه العلاقة؟ إيش بنسمي العلاقة هذه؟ سالب 5 نون تربيع زائد 20 نون، وما ارتفاع الكرة عن سطح الأرض عندما نون بتساوي 2 ثانية و 4 ثانية. يعني المعادلة هذه اللي موجودة عندي لما يكون الزمن 2 ثانية هل بقدر أعرف الارتفاع اللي موجود عندي هنا؟ طبعا بقدر، بعوض عن 2 ثانية في المعادلة، وأيضا 4 ثانية بعوض عن 4 ثانية في المعادلة، يعني بدل نون بنحط 4، فبالتالي بقدر أعرف قديش ارتفاع الكرة في هذا الوقت. طيب أرسم شكلا توضيحيا لمسار الكرة كما في الشكل المجاور. لاحظوا مسار الكرة لما يرميها اللاعب، لما يركلها، هذا هو المسار اللي راح تتخذه. الكرة راح ترتفع راح ترتفع راح ترتفع راح تصل لنقطة معينة، مهما كانت هذه النقطة بالآخر الكرة مش راح تقدر ترتفع أكثر من هيك، راح تبدأ ترجع تنزل 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 لعما ما تصل للأرض. طيب عندما نون بتساوي 2 ثانية، يعني لما يكون الزمن اللي مر من لما ركل اللاعب الكرة 2 ثانية بدي أشوف وين الكرة قديش ارتفاعها عن الأرض. طيب عشان نجيب ارتفاع الكرة عند المعادلة ف اللي هي المسافة بتساوي سالب 5 نون تربيع زائد 20 نون، ونون حكينا انها عبارة عن الزمن بالثواني، فبالتالي لما يكون نون بتساوي 2 ثانية، يعني لما يكون الزمن بيساوي 2 ثانية يكون ارتفاع الكرة بدنا نعوض عن نون في المعادلة بايش؟ ب2، فبالتالي سالب 5 ضرب 2 تربيع زائد 20 ضرب 2، فبالتالي بيطلع الجواب 20 متر. يعني ارتفاع الكرة بيكون 20 متر لما تصل للثانية الثانية، يعني بعد ثانيتين بتكون الكرة وصلت قديش؟ وصلت 20 متر. طيب عندما نون بتساوي 4 ثانية قديش بيكون ارتفاع الكرة؟ بنفس الطريقة بدنا نعوض عن نون اللي موجودة في المعادلة بأربعة،
طيب اجينا نعوض عن نون في المعادلة في 4، سالب 5 ضرب 4 تربيع اللي هي نون تربيع، 4 تربيع قديش بيطلع عندي؟ بيطلع عندي 16 زائد 20 ضرب 4. لاحظوا عوضت عن نون اللي موجودة عندي هنا سالب 5 ضرب 4 تربيع اللي هي نون تربيع، نون 4 زي ما حكى لي اللي هو الزمن بالثواني، زائد جمعت لها 20 ضرب 4 حسب ما هو موجود عندي في المعادلة. طيب لما أجمع سالب 5، لاحظوا سالب 5 مضروبة في 4 زائد سالب 5 في 4 تربيع يعني سالب 5 ضرب 16، ولاحظوا عندي هنا 20 ضرب 4. طيب لما أعمل هدول على الآلة الحاسبة، سالب 5 ضرب 4 تربيع زائد 20 ضرب 4 بيطلع عندي الجواب قديش؟ صفر. طيب ايش معنى الجواب صفر؟ يعني ف عبارة عن صفر اللي هي في المعادلة اللي بتساوي سالب 5 نون تربيع زائد 20 نون. طيب ايش يعني ف صفر؟ يعني ارتفاع الكرة عن سطح الأرض صفر. ليش؟ لأنه ف بتمثل ارتفاع الكرة عن سطح الأرض، فبالتالي ارتفاع الكرة عن سطح الأرض صفر. ايش معناها؟ معناها انه الكرة ملاصقة لسطح الأرض، معناها انه الكرة وصلت الارض. طيب بيقول لي ألاحظ ان ف بتساوي صفر عندما نون بتساوي 4 ثواني، وهذا الاشي عارفينه، فماذا يسمى العدد 4 بالنسبة الى هذه المعادلة؟ لاحظوا العدد 4 اللي احنا عوضنا فيه في المعادلة اللي موجودة عندي التربيعية. ليش سميناها التربيعية؟ لانه اقصى اس فيها اللي هو اس 2 يعني تربيع. ففي المعادلة هذه لما عوضنا عن النون أو المجهول اللي موجود عندي في المعادلة اللي هو عدد الثواني اللي هو المتغير بأربعة، أعطتني النتيجة اللي هي صفر. طيب إيش بنسمي العدد أربعة بالنسبة لهذه المعادلة؟ بنسميه جذر المعادلة أو صفر المعادلة أو بنسميه حل المعادلة. يعني بنسميه أكثر من اسم، إما جذر المعادلة، جذر المعادلة اللي هو أنا بعوض فيه في المعادلة اللي موجودة عندي بيديني النتيجة صفر، نفس الإشي صفر المعادلة بيعطيني نتيجة صفر، أو حل المعادلة يعني لو قال لي حل المعادلة التالية وجيب العدد اللي بيخلي هذه المعادلة صفر، هذا معنى حل المعادلة. طيب نيجي الآن لتعريف موجود عندي، تعريف المعادلة التربيعية. المعادلة التربيعية احنا تعرفنا عليها قبل، هي المعادلة التي يمكن كتابتها على الصورة ألف سين تربيع زائد با سين زائد جيم. يعني بيكون في عندي سين تربيع أهم إشي، هذا هو الشرط الأساسي، ويكون معامل سين تربيع اللي هو الألف لا يساوي صفر، حيث ألف وباء وجيم تنتمي إلى حاء، يعني ألف وباء وجيم أعداد حقيقية، وألف لا تساوي صفر. ليش ألف لا تساوي صفر؟ لأنه معامل سين تربيع مش لازم يساوي صفر، لأنه لو سوى صفر، صفر ضرب سين تربيع حتساوي صفر، يعني حتروح هذه حتضل باء سين زائد جيم، حتصير معادلة من الدرجة الأولى. فبالتالي معامل سين تربيع لازم لا يساوي صفر. زي ما شفنا في المعادلة اللي فاتت كان معامل سين تربيع ايش بيساوي؟ 5 سالب 5، لأنه هي اللي كانت مضروبة في نون تربيع. طيب وتسمى قيم سين التي تحقق المعادلة حلول أو جذور هذه المعادلة. قيم سين اللي بتحقق المعادلة يعني اللي بتخلي المعادلة بتساوي صفر، زي ما احنا شايفين المعادلة هذه اللي بتخليها بتساوي صفر. فقيم سين يعني لما أنا أجي أعوض عن سين مثلا بصفر، صفر زائد باء في سين باء في صفر زائد جيم، لنفرض انه جيم كانت صفر عندي في المعادلة وطلعت النتيجة صفر، فسين اللي عوضت عنها وخلت المعادلة بتساوي صفر بنسميها ايش؟ بنسميها حل او جذر المعادلة او صفر المعادلة. طيب نيجي الآن لنشاط 2، نيجي الآن لنشاط 2، احدد المعادلة التربيعية في كل مما يأتي واوضح السبب. يعني بدنا نشوف المعادلة التربيعية، وهل هي على الصورة العامة للشكل المعادلة التربيعية اللي تعلمناه اللي هو ألف سين تربيع زائد با سين زائد جيم ولا لا. عندي أول معادلة، عندي 3 سين تربيع
ناقص 4 س زائد 1. هذه هي معادلة تربيعية. ليش؟ لأنها تحقق الصورة العامة. إيش الصورة العامة؟ ألف س تربيع، هي ألف اللي هي 3 لا تساوي 0 طبعا، ناقص أو زائد باء، طبعا باء هنا حتكون إيش؟ سالب 4، لأنه الصورة العامة هي موجب، موجب باء س، فبالتالي هنا عندي سالب 4 يعني باء بتساوي سالب 4. زائد جيم، جيم هي عبارة عن 1، فبالتالي جيم بتساوي 1، فبالتالي عندي الصورة العامة. وأهم إشي يكون عندي سين تربيع، هذا هو أهم إشي. يعني سين ممكن ما تكونش موجودة مش مشكلة، بس لازم تكون موجودة عندي سين تربيع، وباقي الأعداد أعداد حقيقية. طيب نيجي الآن لباء. باء بتساوي سين زائد 1 بتساوي 0. هذه المعادلة طبعا ليست معادلة تربيعية. ليش هذه المعادلة ليست معادلة تربيعية؟ لأنها لا تحتوي على حد سين تربيع، ما فيش فيها الحد اللي موجود في سين تربيع، فبالتالي أنا ما بقدر أصنف هذه المعادلة إنها معادلة تربيعية. هذه المعادلة ممكن نحكي عنها إنها معادلة خطية ولكن ليست تربيعية. طيب نيجي الآن لجيم. جيم بيحكي لي سين ضرب سين ناقص 1 بتساوي 2. طيب هذه المعادلة هل هي تربيعية ولا لا؟ طب هل هذه المعادلة بقدر أغير شكلها؟ طبعا بقدر. لو ضربنا السين في القوس هذا، يعني أنا رح نضرب السين في السين والسين في السالب 1، بيطلع عندي سين تربيع سين في سين، يعني بدنا نوزع عملية الضرب على الطرح. سين المضروبة في القوس هذا كله لازم نضربها في كل حد موجود في القوس. سين في سين سين تربيع، سين في سالب 1 بتصير ناقص سين، سين في سالب 1 ناقص سين. طيب التنين اللي هنا بقدر أنقلها على الجهة التانية؟ بقدر. بتصير إيش؟ بتصير سالب 2 بتساوي 0. بعد ما نقلت التنين بضل عندي هنا 0 في الجهة هذه. فإذا هل هذا الشكل اللي موجود عندي هل هو شكل معادلة تربيعية؟ طبعا هو شكل معادلة تربيعية لأنها تحقق الصورة العامة. يعني هذا المعادلة التربيعية بتحقق الصورة العامة، فبالتالي هي معادلة تربيعية. نيجي الآن لدال. دال عندي جذر 3 سين تربيع. طبعا هذه ليست معادلة تربيعية لأنها ما بتحقق الصورة العامة اللي موجودة عندي، لأنه جذر 3 سين تربيع معناها جذر 3 مضروبة في جذر السين تربيع بيساوي 4. طيب جذر السين تربيع اللي أنا موجود عندي، إحنا عارفين إنه الجذر معناها أس نص، فجذر السين تربيع بيطلع عندي القيمة المطلقة للسين، فبالتالي هذه مش عبارة عن مقدار تربيعي، فبالتالي لا تحقق الصورة العامة، ما فيش عندي سين تربيع، فبالتالي ليست معادلة تربيعية. لماذا؟ لأنها لا تحقق الصورة العامة، لأنه موجود عندي جذر السين تربيع. لو السين تربيع لحالها كان مش مشكلة، بس جذر السين تربيع لا بزبطش. طيب عندي خاصية 1 لأي عددين حقيقيين ألف وباء. إذا كان ألف ضرب باء يساوي 0، فإن ألف يساوي 0 أو باء يساوي 0 أو كليهما يساوي 0. يعني لما أنا أضرب عددين، أي عددين حقيقيين، لما واحد يحكي لي أنا في عندي عددين العدد ألف والعدد باء ضربناهم في بعض طلع الناتج 0، ألف ضرب باء يساوي 0، فأنا إيش راح أستنتج؟ راح أستنتج إن إما ألف بيساوي 0 لأنه 0 ضرب باء حيساوي 0، أو بيكون باء هو اللي بيساوي 0 وألف بيساوي أي عدد، لنفرض 5 6 7، فلما نضرب هذا العدد اللي هو ألف في باء اللي بتساوي 0 حيطلع النتيجة 0، أو إنه كليهما يساوي 0، يعني ألف وباء بيساوي 0، يعني 0 ضرب 0 ويساوي 0. هذه هي الثلاث حالات لما يكونوا عددين مضروبين في 0. طيب كيف راح نستفيدها في منها من هذه الخاصية في حل المعادلات؟ نيجي نشوف. عندي نشاط 3 بيقول لي أكمل إيجاد قيمة سين في كل مما يأتي. عندي ألف، عندي سين زائد 5
مضروبة في سين ناقص واحد بتساوي صفر زي ما احنا شايفين. سين زائد خمسة ضربها في سين ناقص واحد طلع النتيجة صفر، معناها عددين او مقدارين مضروبين في بعض بتطلع النتيجة صفر، معناها اما هذا بيساوي صفر او هذا بيساوي صفر. معناها اما سين زائد خمسة بده يساوي صفر، ومنها سين بتساوي سالب خمسة. ليش؟ لانه عشان نطلع سين لحالها بدنا ننقل الموجب خمسة على الجهة الثانية، فبتصير ايش؟ فبتصير سالب خمسة. او سين ناقص واحد اللي هو المقدار الثاني هو اللي بيساوي صفر، فبالتالي عشان نخلي السين لحالها بننقل السالب واحد على الجهة الثانية بتصير موجب واحد، يعني سين بتساوي واحد. فبالتالي اما سين بتساوي سالب خمسة اللي لو عوضنا عنها هنا سالب خمسة زائد خمسة بيطلع عندي صفر، فبالتالي صفر ضرب هذا المقدار بيطلع عندي صفر. فهيك انا حليت المعادلة، هيك انا جبت قيمة سين اللي بتخلي المعادلة بتساوي صفر. او سين بتساوي واحد، واحد ناقص واحد هيطلع عندي صفر، مضروب في واحد زائد خمسة اللي هو ستة، ستة ضرب صفر رح يطلع عندي صفر. ففي الحالتين انا بطلع عندي صفر، اذا عوضت عن سين بسالب خمسة هذا المقدار حيساوي صفر، واذا عوضت عن سين بواحد هذا المقدار رح يساوي صفر، فبالتالي المعادلة كلها رح تساوي صفر. فهذا هو الحل او هذه هي الحالة اللي استخدمناها او اللي استخدمنا فيها الخاصية اللي تعلمناها. طيب نيجي الان لبقى 8 ناقص 2 سين مضروبة في سين زائد 2 بيساوي صفر، معناها انه اما 8 ناقص 2 سين حتساوي صفر او سين زائد 2 حتساوي صفر، مش هذا اللي تعلمناه في الخاصية؟ طيب 8 ناقص 2 سين او سين زائد 2 حتساوي صفر، طبعا زي ما احنا عارفين بدنا نخلي سين، يعني بدنا نعرف قيمة سين اللي لما نعوض عنها في المعادلة المعادلة راح تطلع صفر، فبالتالي بننقل الموجب 2 على الجهة الثانية بتصير ومنها سين سالب 2. كيف صارت سين سالب 2؟ نقلنا الموجب 2 على الجهة الثانية من المعادلة وغيرنا او قلبنا الاشارة. طيب او 8 ناقص 2 سين بتساوي صفر اللي هو المقدار الاول. طب هذا المقدار صعب شوية، 8 ناقص 2 سين طبعا انا بتساوي صفر، انا بدي سين. طيب لو نقلنا السالب 2 سين على الجهة الثانية ايش بتصير؟ بتصير 8 بتساوي 2 سين، لانه السالب 2 سين لما ننقلها على الجهة الثانية بتصير بالموجب 2 سين. طيب كيف بدي اتخلص من الاثنين؟ بنقسم على 2، فبالتالي بما اني قسمت بطرف على المعادلة باثنين فبالتالي لازم نقسم في الطرف الثاني على 2. طيب ايش طلع عندي هالجيتا؟ 2 على 2 بطلع عندي بروحوا مع بعض بضل عندي 1، يعني سين لحالها. 8 على 2 بتساوي 4، فبضل عندي سين بتساوي 4، او 4 بتساوي سين نفس الاشي ما بتفرق عندي نهائيا. طيب فبالتالي سين حتساوي موجب 4، يعني لو عوضت عن المعادلة في 4 المفروض تديني نتيجة 0، ولو عوضت عنها في سالب 2 المفروض تديني نتيجة 0، يعني سين بتساوي سالب 2 والأربعة هذه اللي هي سين عبارة عن حلول للمعادلة، حلول للمعادلة اللي هي سالب 2 والأربعة. ليش؟ لأنه لو عوضت عنهم في المعادلة بدل سين رح يعطوني صفر. نيجي نعوض بدل السالب 2، لاحظوا سالب 2 زائد 2 صفر ضرب المقدار هذا، أي إشي أي مقدار في العالم ضرب صفر حيطلع عندي صفر. نفس الاشي لو عوضت في الاربعة هنا 8 ناقص 2 في 4 يعني 8 ناقص 8 حيطلع صفر، ضرب اي مقدار في العالم اللي رح يطلع هنا رح يديني النتيجة برضو صفر. فهيك انا حليت المعادلة اللي موجودة عندي وجبت قيم سين اللي بتخلي المعادلة بتساوي صفر. نيجي الان لنشاط 4، بيقول لي اكمل حل المعادلات الاتية: 5 سين تربيع زائد 3 سين يساوي صفر. لاحظوا انه هذه المعادلة ما فيش في عندي الفرع جيم، زائد جيم مش موجودة، موجودة عندي معامل لسين تربيع ومعامل لسين، ولكن جيم هنا مش موجودة، يعني جيم بتساوي صفر. وحلل العبارة التربيعية فينتج ان، طيب لو بدي احلل هذه المعادلة التربيعية كيف بنحللها؟ زي ما اخذنا قبل هيك،
بما انه ما فيش عندي جيم معناها اسهل طريقة اني اقسم على سين. فخمسة سين تربية زائد ثلاثة سين لاحظوا بيساوي صفر. بنقسم تقسيم سين. لما نقسم الخمسة سين تربية على سين ونقسم الثلاثة سين على سين ونقسم الصفر على سين، طبعا صفر على سين صفر، خمسة سين تربية السين راح تروح مع التربية، بيضل عندي خمسة سين زائد ثلاثة ايش بيساوي؟ بيساوي صفر. فبالتالي طبعا هذا ايش؟ انا لما قسمت على سين يعني اخذت سين عامل مشترك، يعني هذا الكلام راح يكون مضروب في سين، يعني سين اللي مضروبة هنا سين اخذتها عامل مشترك، فبالتالي قسمت على سين كل حد من الحدود وطلعت العامل المشترك اللي هي سين برا. فالمعادلة هذه هي نفس هذه المعادلة، يعني ما اختلفت عندي، فقط اخذت عامل مشترك وغيرت الشكل تبعها. طيب فبالتالي الناتج سين مضروبة في خمسة سين زائد ثلاثة بيساوي صفر. طيب كيف بدنا نجيب الحل تبع المعادلة هذه؟ زي ما حكينا بما انه في عندي مقدار ومقدار مضروبين في بعض بيساوي صفر، معناها اما المقدار الاول اللي هو سين بيساوي صفر، او المقدار الثاني اللي هو خمسة سين زائد ثلاثة بيساوي صفر، واحد من التنين. طب لاحظوا عندي انه سين بتساوي صفر، هذا خلص جاهز، يعني ما اديني قيمة سين، فبالتالي مش محتاج اني احلل كمان. بينما خمسة سين زائد ثلاثة محتاج اني اجيب قيمة سين ايش بتساوي. انا ما بديش خمسة سين زائد ثلاثة بتساوي صفر، بدي وقتش سين بتساوي صفر. فبالتالي سين عشان نحل هذه المعادلة ونخلي سين في شقة لحالها وباقي الارقام في شقة، موجب ثلاثة بدنا نقول على الجهة الثانية بتصير سالب ثلاثة، وبدنا نقسم هنا على خمسة وبنقسم الجهة الثانية على خمسة، فبالتالي سين بتطلع بتساوي سالب ثلاثة على خمسة. هذا هو الرقم الثاني اللي بيخلي المعادلة هذه بتساوي صفر. فهيك أنا بأكون حليت المعادلة. طيب نيجي الآن لباء سين تربيع ناقص خمسة سين زائد ستة. طبعا هذه المعادلة التربيعية احنا أخذنا قبل هيك كيف بنقدر نحللها لأقواس، يعني كيف بنقدر نجيب الحدين تبعونها. حكينا بنحط سين وسين، بما انه عندي سين تربية بدي عددين مجموعهم سالب خمسة وحاصل ضربهم ستة، يعني عددين لما نضربهم في بعض بطلع عندي ستة ومجموعهم خمسة طبعا بالسالب، لاحظوا اهم اشي بالسالب. طيب هم العددين اللي عندي الاثنين والثلاثة بالسالب، فبالتالي سين ناقص اثنين وسين ناقص ثلاثة. لاحظوا هذا المقدار لما نضربه في هذا المقدار بيديني المقدار الأصلي اللي موجود عندي، وبتقدروا تجربوا هذا الاشي بنفسكم. طيب بيساوي صفر. هيك انا حللت المقدار المعادلة التربيعية لمقدارين مضروبين في بعض. طيب عشان نجيب حلول المعادلة، بما انه عندي مقدار ضرب مقدار بيساوي صفر، اذا اما سين ناقص اثنين بتساوي صفر او سين ناقص ثلاثة بتساوي صفر زي ما احنا موجود عندي. اما سين ناقص اثنين بتساوي صفر ومنها سين بتساوي اثنين، نقلنا السالب اثنين على الجهة التانية عشان نخلي سين لحالها تطلع سين بتساوي اثنين، او سين ناقص ثلاثة بتساوي صفر ومنها لما ننقل السالب ثلاثة على الجهة التانية بتصير موجب ثلاثة، يعني سين بتساوي ثلاثة. هدول هما حلول المعادلة، سين بتساوي اثنين وسين بتساوي ثلاثة، يعني لو عوضت في هذه القيمة في المعادلة الأصلية أو في المقدار هذا، ما هما التنين نفس الإشي بس اختلاف في الشكل، إما باثنين أو بثلاثة، يعني لو عوضت عن سين باثنين راح تطلع المعادلة بتساوي صفر، وبتقدروا تجربوا وتتأكدوا، أو عوضت عن سين بثلاثة برضو راح تطلع المعادلة صفر وبتقدروا تجربوا وتتأكدوا. طيب نيجي الآن لجيم. جيم بيحكي لي 5 سين تربيع زائد 13 سين ناقص 6 بيساوي 0. طبعا احنا اخذنا التحليل قبل هيك في هذه الحالة لما يكون في عندي عدد بجوار سين تربيع، طبعا العدد هذا 5، طبعا العدد 5 اولي يعني ما بتقسم، يعني حيكون في عندي 5 سين وموجود عندي هنا سين. زي ما حكينا في هذه الحالة بدنا نعتمد على التجربة. طيب هو محلل لي اياها ومجهزها اللي هما سالب 2 والموجب 3. طيب عشان انا احللكم اياها وافرجيكم من وين طلعت السالب 2 والموجب 3، لازم ايش نشوف؟ لازم نجرب احنا نحللها. طيب نيجي نشوف كيف بدنا نحلل هذا المقدار. طيب عشان نحلل هذا المقدار
بدنا نعمل طريقة المقص. كيف طريقة المقص؟ هي زي هيك، بنعمل مقص زي هيك اللي هو إشارة X، بنحط 5 سين اللي هي هنا وبنحط هنا سين. بدي عددين حاصل ضربهم سالب 6، والمجموع لما نضرب العددين في 5 سين وفي 1 سين بيطلع قديش؟ 13 سين. كيف يعني؟ طيب لنفرض العددين اللي حاصل ضربهم سالب 6 ايش هما؟ لنفرض انهم 3 وسالب 2. خلينا نفرض هدول العددين، نيجي نشوف، حطيت الثلاثة فوق والسالب 2 تحت، بنيجي نضرب 5 في سالب 2، 5 سين في سالب 2 بيطلع عندي سالب 10 سين، وسين مضروبة في 3 بيطلع عندي 3 سين. لاحظوا انه الثلاثة والسالب 2 حاصل ضربهم سالب 6، ولكن لما نيجي نضربهم او لما نيجي نجمع اللي هو 5 في سالب 2، 5 سين في سالب 2 زائد 3 سين، قديش بيطلع الجواب؟ بيطلع عندي سالب 7 سين. سالب 10 زائد 3 يطلع عندي 7 سين. طيب هل 7 سين هي اللي موجودة في النص هنا عندي؟ لا، فاذا هذا الحل غلط. رح نيجي نجرب حاجة تانية، نجرب نقلبهم، نحط السالب 2 هان ونحط 3 هان. طيب نيجي نضرب طريقة المقص، بدنا عددين حاصل ضربهم، حاصل ضربهم هدول عبارة عن سالب 6، مظبوط سالب 2 والثلاثة حاصل ضربهم سالب 6. طب نيجي نشوف الجمع، بدنا مجموع الحدين هدول اللي مضروبين في بعض بيساوي 13 سين. نيجي نشوف، 5 سين بنضربها في الثلاثة تطلع عندي 15 سين، السين بنضربها في السالب 2 بطلع عندي سالب 2 سين. لو اجينا جمعنا 15 وسالب 2 سين، 15 سين وسالب 2 سين، طبعا حنقص 15 ناقص 2 بيطلع عندي 13، وسين بتضلها زي ما هي. اذا هذا الحل اللي موجود عندي حل صحيح 100%، لانه طلع عندي موجب 13 سين اللي هو الحد اللي موجود هام. فبالتالي هذه هي الطريقة اللي بقدر احلل فيها مقدار زي هيك. طبعا الطريقة بتعتمد على التجربة، بدنا نضلنا نجرب في الاعداد. بدنا عددين حاصل ضربهم هذا العدد، والمجموع لما نضرب الحدين في بعض بيساوي هذا الحد اللي هو 13 سين. طيب فبالتالي عندي 5 سين ناقص 2، بناخد هذا الحد كحد في الحل، يعني بعد ما جبنا العملية وطلعت العملية مظبوطة، بناخد التنين اللي جنب بعض هدول 5 سين ناقص 2، وبناخد التنين جنب بعض هدول اللي هي سين وموجب 3، سين زائد 3. فبيصير الحل 5 سين ناقص 2 مضروبة في سين زائد 3 بيساوي 0. ولو أنا بدي أتأكد أنه هذا الحل صحيح، نضرب هذا المقدار في هذا المقدار رح يرجع لي المعادلة الأصلية اللي هي 5 سين تربيع زائد 13 سين ناقص 6. فبتقدروا تضربوا التنين الحدين في بعض لو أنتوا بدكوا تتأكدوا أكثر. طيب هذا الإشي معناه أنه إما 5 سين ناقص 2 بيساوي 0، أو سين زائد 3 بيساوي 0. طب عشان نجيب سين زائد 3 بيساوي 0، نطلع قيمة سين، حننقل الثلاثة على الجهة الثانية، حتصير سين بتساوي سالب 3، والسالب 2 هنا راح ننقلها على الجهة الثانية حتصير 2، ونقسمها على 5 عشان نتخلص من الخمسة اللي موجودة جنب السين، فحتطلع سين بتساوي 2 على 5. هدول هم حلين المعادلة اللي موجودين عندي، اللي هم 2 على 5 وسالب 3. طيب نيجي الآن لأتعلم. يمكن أحيانا حل المعادلة التربيعية ألف سين تربيع زائد با سين زائد جيم يساوي 0 عن طريق التحليل ومن ثم استخدام الخاصية 1. يعني هذه طريقة لحل المعادلة التربيعية بنسميها طريقة التحليل. أول حاجة بنحلل المعادلة التربيعية لمقدارين، بعديها نستخدم الخاصية 1، إنه المقدار الأول ضرب الثاني بيساوي 0، إذن إما المقدار الأول بيساوي 0 أو المقدار الثاني بيساوي 0. طيب نيجي الآن حاليا لنشاط 5. نشاط 5 بيحكي لي أكمل حل المعادلات التربيعية الآتية. طيب نيجي للمعادلة الأولى، سين تربيع بتساوي 7 سين. لاحظوا أنه هذه المعادلة مش مكتوبة على الصورة العامة، الصورة العامة لازم يكون عندي الجهة اللي موجودة هنا 0. فإيش بدنا نسوي في 7 سين؟ بدنا ننقلها على الجهة الثانية عشان يضل عندي هنا 0. فبالتالي هذه المعادلة عشان نكتبها على الصورة العامة بتصير سين تربيع ناقص 7 سين بيساوي 0. لما نقلنا 7 سين غيرنا إشارتها، طبعا لازم ما ننسى نغير الإشارة،
بتصير ناقص 7 سين بتساوي 0. طيب كيف قلنا بنحل معادلة زي هيك؟ بما انه جيم بتساوي 0 في المعادلة، ما فيش عندي عدد ثابت في المعادلة اللي هو جيم، فبالتالي في هذه الحالة بدنا نقسم او ناخد سين عامل مشترك مباشرة. فبالتالي اخذنا سين عامل مشترك سين وبنقسم المقدارين على سين، سين تربيع على سين بيطلع عندي سين ناقص 7 سين تقسيم سين بضل عندي 7. ليش؟ لانه سين على سين بتروح، وهنا سين تربيع على سين بضل عندي فقط سين. لماذا؟ لاننا اخذنا عامل مشترك اللي هو السين. فبالتالي عندي مقدار هذا ضرب هذا المقدار، هيك انا حللت المعادله، مقدار هذا ضرب هذا المقدار بيساوي صفر، معناها اما سين نفسها بتساوي صفر او سين ناقص 7 بتساوي صفر، ومنها سين بتساوي 7. ليش؟ لانه لما ننقل السالب 7 على الجهه الثانيه بتصير سين بتساوي 7. فلو عوضت بسين بتساوي صفر في المعادله او بسين بتساوي 7 راح الاقي انه النتيجه راح تطلع بتساوي صفر. طيب نيجي الان لباء، سين تربيع ناقص 5 بيساوي 4 سين. طبعا اول حاجه المعادله مش مرتبه، نيجي نرتبها. الاربع سين بدنا نقولها على الجهه الثانيه بتصير سالب 4 سين، وبدنا نكتب المعادله على الصوره العامه، فبتصير المعادله سين تربيع ناقص 4 سين ناقص 5 اللي هي موجوده عندي اساسا في الحد او في الطرف هذا اللي على اليمين. طيب هذه المعادله كيف بدنا نحللها؟ بدنا نحللها للعوامل الاوليه تبعتها. زي ما حكينا بدنا عددين حاصل ضربهم سالب 5 ومجموعهم سالب 4. طب ايش في عددين حاصل ضربهم سالب 5 ومجموعهم سالب 4؟ اللي هم سالب 5 ضرب 1، يعني السالب 5 والواحد، معناها سين ناقص 5 وسين زائد 1، هدول هم العددين سين ناقص 5 وسين زائد 1، السالب 5 والواحد. فبالتالي هيك انا قدرت احلل المعادلة. وعشان اللي منكم ناسي كيف نحلل المعادلات يرجع لدرس الفصل الأول اللي هو كيف بنقدر نحلل المعادلة التربيعية. طيب فبالتالي إما سين ناقص 5 حتساوي 0، يعني إما هذا المقدار حيساوي 0 أو هذا المقدار حيساوي 0 عشان نحل المعادلة ونجيب قيم سين اللي بتخلي المعادلة بتساوي 0. طيب معناها سين ناقص 5 حتساوي 0، يعني سين ايش بتساوي؟ 5. هننقل السالب 5 على الجهة الثانية حتصير موجب 5. نفس الاشي سين زائد 1 بتساوي 0، هذا الاشي معناه ننقل الواحد على الجهة الثانية فبيصير سين بتساوي سالب 1. هيك انا جبت الاعداد او الارقام اللي بتخلي المعادلة هادي او هادي هي بتساوي 0. لو جينا عوضنا عن في المعادلة هادي بخمسة أو بسالب واحد راح تطلع النتيجة بتساوي صفر. طيب نيجي الآن لنشاط ستة. نشاط ستة بيحكي لي عددان زوجيان متتاليان حاصل ضربهما 168، فما هذان العددان؟ طيب بدي عددين زوجيين متتاليين. طيب لو فرضنا إنه العدد الأول سين، العدد الزوجي اللي بعدي إيش راح يكون؟ سين زائد 2. لو فرضنا إنه العدد مثلا 5 أو عفوا 6، العدد الزوجي اللي بعد الستة إيش راح يكون؟ راح يكون 8. يعني ضفنا عليها قديش؟ ضفنا عليها 2، 6 زائد 2 بطلع 8، لأنه السبعة عدد فردي بديش إياه. فبالتالي أي عدد زوجي في الدنيا لما بدنا العدد الزوجي اللي بعديه بنضيف عليه 2. فبالتالي العددين الزوجيين المتتاليين اللي هو بيقول لي عليهم هم سين، لنفرض إنهم سين، والعدد الثاني حيكون سين زائد 2. طيب هو ايش بيقول لي؟ بيقول لي انه حاصل ضربهم 168، فما هذان العددان؟ انا بدي هدول العددين، طبعا مجهولين. فبالتالي انا فرضت انه العدد الاول عبارة عن سين، فبالتالي طلع معي العدد الثاني سين زائد 2 اللي هو نفس العدد الاولاني بس ضفنا عليه 2. طيب الان قال لي انه حاصل ضربهم بيساوي 168، يعني سين مضروبة في سين زائد 2 بيطلع عندي 168. طيب هل بقدر أضرب وأخلي المعادلة هذه معادلة تربيعية؟ طبعا السين بقدر أدخلها جوا، بدي أضربها في الحدين هدول، بدي أوزعها سين ضرب سين، سين تربيع سين ضرب 2 بيطلع عندي 2 سين،
بساوي 168. طيب نيجي الآن بدنا ننقل 168 على الجهة الثانية عشان نخلي المعادلة على الصورة العامة، فبتصير س تربيع زائد 2 س ناقص 168، لأنه لما نقلتها هي كانت بالموجب فبالتالي صارت عندي بالناقص. طيب بعد ما نقلنا صارت عندي المعادلة هذه على الصورة العامة. طيب الآن بدي عددين حاصل ضربهم 168 بالسالب ومجموعهم موجب 2. ايش هدول العددين؟ بدي عددين حاصل ضربهم زي ما احنا شايفين 168 بالسالب ومجموعهم موجب 2. طيب ايش هدول هم العددين؟ ال 168 بيساوي ايش ضرب ايش؟ بيساوي 14 ضرب 12. 14 ضرب 12. طب انا بدي شيء 14 ضرب 12 بطلع 168 بالموجب، انا بدي 168 بالسالب، فبالتالي واحدة منهم حتكون سالب. طيب انا بدي المجموع يطلع موجب، فبالتالي الكبيرة لازم تكون موجب اللي هي ال 14، فبالتالي السالب 12 راح تكون سالب. ال 12 راح تكون سالب، ليش؟ 14 وسالب 12 بطلع عندي موجب 2، وحاصل ضربهم بطلع من عندي سالب 168. هيك التحليل تبعي مظبوط 100%. يعني إما سين زائد 14 ضرب سين ناقص 12 بيساوي 0. فهذا هو تحليل المعادلة اللي إحنا تعلمناه قبل هيك. طبعا بتقدروا ترجعوا لدرس التحليل لو بدكم معلومات زيادة. طيب الآن أنا عندي هنا جبت إما سين زائد 14 حتساوي 0، ومنها سين حتساوي سالب 14، أو سين ناقص 12 بتساوي 0، ومنها سين بتساوي 12. يعني رح نقلب الإشارة، لأنه ال 14 حنقولها على الجهة الثانية، سالب 12 رح نقولها على الجهة الثانية، فحنقلب الإشارة. طيب إذا كانت سين بتساوي سالب 14، فإن العدد الزوجي التالي له إيش بطلع عندي؟ اللي هو سالب 12. يعني سين اللي هو الحل، اللي هو العدد اللي أنا بدي إياه، اللي هو العدد الزوجي الأول، اللي لو ضربناه في العدد الزوجي اللي بعديه بيطلع عندي 168. فهو بيقول لي إنه لو كانت سين سالب 14، طبعا هدول حلين للمعادلة، يعني هدول حلين للعدد سين اللي أنا بدي إياه. يعني ممكن سين يكون سالب 14 اللي هو العدد لو ضربناه في العدد الزوجي اللي بعديه بيطلع عندي 168، أو ممكن سين تكون بتساوي 12. طب إيش العدد الزوجي بعد السالب 14؟ اللي هو إيش؟ اللي هو السالب 12. ليش؟ لأنه الأعداد السالبة بتمشي بالعكس، فبالتالي كل ما أنا لما بده يكبر العدد بأمشي، يعني بيقل القيمة، بتقل القيمة تبعت العدد. السالب 12 أكبر من السالب 14. أيضا ال 12 هو أيضا حل ممكن. ال 12 إيش العدد الزوجي اللي بعديه؟ اللي هو ال 14. يعني 12 في 14 بطلع عندي 168، وسالب 14 ضرب سالب 12 بطلع عندي 168. فشفتوا كيف أنا لما جبت قيمة السين اللي هو الحل اللي هو سالب 14 أو 12، قدرت أعرف العددين الزوجيين اللي لما نضربهم في بعض بيعطيني 168. فإذن إذا كانت سين بتساوي سالب 14، فإن العدد الزوجي التالي له هو سالب 12، وإذا كانت س بتساوي 12 فإن العدد الزوجي التالي له هو 14 اللي هو س زائد 2. سالب 14 زائد 2 بطلع عندي سالب 12، وس اللي هي بتساوي 12 العدد الزوجي التالي لإلها اللي هي 14، لأنه 12 زائد 2 بيطلع عندي 14. نيجي الآن لنشاط 7. استاد الشهيد فيصل الحسيني يقع في مدينة الرام وتأسس سنة 2008، وتبلغ مساحة الملعب فيه 7000 متر مربع، فإذا كان طوله يزيد عن عرضه بمقدار 30 متر، فما أبعاد الملعب؟ يعني الطول تبع الملعب بيزيد عن العرض بقديش؟ 30 متر، يعني الطول أكبر من العرض ب 30 متر. طب كيف بدنا نجيب أبعاد الملعب؟ قال لي افرض انه عرض الملعب هو صاد، يعني نفرض العدد الصغير هو صاد، فيكون طول الملعب اللي هو قديش؟ صاد زائد 30. مش حكينا انه طول الملعب اكبر من العرض ب 30؟ يعني اذا العرض صاد
أي عدد في الدنيا، لنفرض إنه 5، طول الملعب قديش رح يكون؟ 5 زائد 30 يعني 35، لأنه بيزيد عن العرض ب30. فبالتالي فرضنا إنه عرض الملعب صاد وطول الملعب صاد زائد 30. طب ممكن واحد يجي يحكي لي والله أنت ليش اخترت صاد؟ هذا عدد مجهول متغير، يعني ممكن أختار أي عدد في الدنيا، ممكن نحط هنا سين، ممكن نحط عين، ممكن نحط دائرة كرمز، يعني هو فقط مجرد رمز بيرمز لأي عدد في الدنيا. طيب مساحة الملعب إيش بتساوي؟ بتساوي الطول في العرض. طيب ومنها مساحة الملعب قديش بتساوي؟ اللي هو صاد مضروبة في صاد زائد 30، قديش أداني مساحة الملعب؟ 7000. عشان نعرف صاد بدنا نجيبها من قانون المساحة، لأنه هو مدين المساحة إنها بتساوي 7000 متر مربع. فبالتالي صاد مضروبة في صاد زائد 30 اللي هو العرض مضروب في الطول اللي هو بيزيد عنه ب30 بطلع عندي 7000. طيب مساحة الملعب قديش بتطلع الآن؟ نضرب صاد في صاد اللي هنا ونضربها في الـ30، يعني بدنا نوزع الصاد على القوس، بتصير عندي صاد في صاد صاد تربيع زائد 30 صاد بيساوي 7000. لاحظوا انه الشكل هذا اللي موجود عندي شكل معادلة تربيعية، لانه لو نقلنا 7000 بتطلع عندي المعادلة هذه اللي هي عبارة عن معادلة تربيعية، وكأنه المعادلة هذه اللي احنا شايفينها يعني زي المعادلات التربيعية اللي كنا نحلها توي. طيب الآن أنا بدي أجيب قيمة صاد، يعني بدي أحل المعادلة. مش لو أنا جبت القيم اللي بتخلي المعادلة هذه صفر المفروض تطلع عندي قيمة صاد؟ لأنه مش أنا بقول لي إنه صاد تربيع زائد 30 صاد ناقص 7000 بيساوي صفر. فبالتالي لو أنا حليت المعادلة وجبت قيم صاد اللي بتخلي المعادلة بتساوي صفر، فبالتالي بأقدر أعرف العرض تبع الملعب، وبالتالي بأقدر أعرف الطول مباشرة لأنه بنضيف عليه 30. طيب الآن بدنا نحل المعادلة، كيف بدنا نحلل هذه المعادلة؟ بدي عددين حاصل ضربهم سالب 7000 ومجموعهم 30. طبعا العددين هما، طبعا أنتوا بتكون تجربوا، أكثر من عدد. إيش في عددين حاصل ضربهم 7000 ومجموعهم 30؟ العددين اللي هما 100 وسالب 70. 100 وسالب 70 حاصل ضربهم سالب 7000 ومجموعهم قديش؟ موجب 30، لأنه 100 ناقص 70 بطلع 30. فبالتالي راح يطلع عندي صاد زائد 100 مضروبة في صاد ناقص 70 حيساوي صفر. طيب بما إنه هذا الكلام معناها صاد إلها قيمتين، صاد إما حتساوي صاد زائد 100 حيساوي صفر، هذا الحل الأول، أو إنه صاد ناقص 70 حيساوي صفر. معناها هذا الكلام إنه لو نقلنا 100 ونقلنا السالب 70 على الجهة الثانية، إنه صاد حتساوي إما سالب 100 أو 70 بالموجب. طيب هل ممكن إنه يكون سالب 100 هو عبارة عن طول العرض الملعب؟ عرض الملعب يعني هو عبارة عن وحدة طول. هل في عند طول في الدنيا بالسالب؟ هل نقبل سالب 100 كطول ضلع؟ هل في طول ضلع بيكون بالسالب؟ طبعا الإجابة لا. فبالتالي صاد عندي بتساوي 70، يعني عرض الملعب بيساوي 70 زي ما حكينا، لأنه عبرنا عن عرض الملعب بصاد. فبالتالي طول الملعب رح يزيد عنه ب30 متر، يعني عرض الملعب رح يكون 70، وبالتالي طول الملعب رح يساوي 100 متر اللي هو بيساوي 70 زائد 30. فبالتالي أنا بحل المعادلة التربيعية قدرت أعرف أبعاد الملعب زي ما إحنا شايفين. طيب نيجي الآن لحل التمارين والمسائل. أي من المعادلات الآتية تربيعية؟ طبعا المعادلة الأولى اللي موجودة عندي بنلاحظ إنه فيها سين تربيع وما فيش فيها أي خلل وهي على الصورة العامة، إذن معادلة تربيعية. طيب نيجي لباء، سين مضروبة في سين تربيع. سين في سين تربيع، لما بدنا نضرب السين ندخلها في القوس راح يصير عندي سين تكعيب ناقص 2 سين بيساوي صفر. هيك أنا دخلت السين على القوس كله، فبالتالي هذه ليست معادلة تربيعية. ليش؟ لأنه فيها سين تكعيب، والسين تكعيب حكينا إنه إحنا المعادلة التربيعية
على الصورة ألف سين تربيع، يعني المفروض أعلى أس فيها يكون التربيع، فبالتالي هذه ليست معادلة تربيعية. جيم جذر لاثنين سين ناقص واحد الكل تربيع. لاحظوا السين اللي موجودة عندي هنا موجود إلها تربيع، فبالتالي هذه معادلة تربيعية. جذر التنين أنا ماليش علاقة فيها، ليش؟ لأنها عدد، جذر التنين عدد. لو كانت جذر التنين سين كان اختلف الوضع، ولكن بما إنها جذر التنين فبالتالي هي معادلة تربيعية. طيب سين زائد 3 بيساوي 2 سين زائد 2، طبعا هذه ليست معادلة تربيعية لأنه 2 سين لما بدنا نقولها على الجهة الثانية بتصير سالب 2 سين، يعني ما صارش عندي سين تربيع، فبالتالي هذه ليست معادلة تربيعية وهي معادلة خطية. نيجي الآن لسؤال 2، أحل المعادلات التربيعية الآتية. نيجي لألف، عندي 5 ناقص 2 سين مضروبة في سين زائد 1 بيساوي 0. طيب احنا حكينا لما يكون في عندي مقدارين مضروبين في بعض الجواب تبعهم بيساوي صفر، اما الاول بيكون بيساوي صفر او الثاني بيساوي صفر، يعني اما 5 ناقص 2 سين بتساوي صفر او سين زائد 1 بيساوي صفر. يعني نجيب هلقيت الان قيم سين في الحالتين. طيب الخمسة او السالب 2 سين لو نقلناها على الجهة الثانية هذا الاشي لايش بيؤدي؟ بيؤدي لانه 5 حتساوي 2 سين، لما نقسم على 2 هنا معناها انه سين بتساوي 5، يعني هذا هو الحل الاول انه سين بتساوي 5. الحل الثاني سين زائد 1 بتساوي 0، لو نقلنا الواحد على الجهة الثانية بتصير سين بتساوي سالب 1، هذا هو الحل الثاني للمعادلة التربيعية. طيب نيجي الان لبا، باب يحكي لي سين تربيع ناقص 6 سين زائد 5 بيساوي 0. فالآن بدنا نحلل هذه المعادلة زي ما احنا شايفين، المعادلة التربيعية بدي عددين حاصل ضربهم موجب 5 ومجموعهم سالب 6. طيب ما فيش غير عندي عددين اللي هما السالب 5 ضرب 1، سالب 5 ضرب سالب 1 بيطلع عندي موجب 5 مجموعهم بيطلع سالب 6، إذا سين ناقص 5 وسين ناقص 1. سالب 5 في سالب 1 بيطلع عندي موجب 5، سالب 5 زائد سالب 1 بيطلع عندي سالب 6. إذا إما سين ناقص 5 حتساوي 0، أو هذا الحل الأول، أو سين ناقص 1 حتساوي 0، وهذا الإشي بيؤدي لأنه سين حتساوي 5، لما ننقل السالب 5 على الجهة الثانية بتصير 5 عشان نخلي سين لحالها ونجيب قيمتها، أو سين بتساوي موجب 1. هدول هم الحلين اللي موجودين عندي للفرع ب. طيب نيجي الآن لجي، 9 سين تربيع ناقص 9 بيساوي 0. طيب هذه المعادلة كيف بدنا نحلها؟ لاحظوا انه انا ما فيش عندي لا مقدار لسين، يعني سين ما هياش موجودة، ولا جيم موجودة اللي هي سالب 9. طيب إذا بتتذكروا أنتوا قبل هيك أخذنا كيف نحلل فرق بين مربعين، هذه المعادلة عبارة عن فرق بين مربعين، لأنه هي عندي مربع اللي هي 9 3 تربيع، وهي عندي 9 سين تربيع أيضا مربع، 9 مربعة والسين تربيع السين مربع، فبالتالي هذه فرق بين مربعين. كيف بنحلل الفرق بين مربعين؟ سهلة جدا، مرة موجب ومرة سالب، جذر الأول وجذر الثاني، جذر التسعة سين تربيع، جذر التسعة ثلاثة، وجذر السين تربيع سين، جذر التسعة ثلاثة، نفس القيم بس بدنا نحطها بالموجب هنا. هيك أنا بحلل الفرق بين مربعين أخذناه قبل هيك. فبالتالي عشان نحلل الفرق بين مربعين، جذر الأول ناقص جذر الثاني مضروب في جذر الأول زائد جذر الثاني، يعني بدي أفتح قوسين مرة سالب ومرة موجب وبجيب الجذر لهذا والجذر لهذا. معنى هذا الكلام إنه عندي 3 سين ناقص 3 حتساوي 0، أو 3 سين زائد 3 حتساوي 0. طيب لو نقلنا السالب 3 على الجهة الثانية بتصير 3، تقسيم 3 عشان نتخلص من الثلاثة اللي عندي السين، فبطلع عندي النتيجة 1، يعني سين حتساوي 1. هذا الحل الأول.
أو سالب 3. هنا لما نقول على الجهة الثانية بتصير سالب 3، لما نقسم هنا على 3 عشان نخلي س لحالها ونتخلص من الثلاثة بصير سالب 3 على 3، يعني س حتساوي سالب 1. هذه هي الإجابة الثانية اللي موجودة عندي. فبالتالي هدول هم الإجابتين اللي بيشكلوا الحل لهذا أو لهذه المعادلة. طيب نيجي الآن للمعادلة د. د بيحكي لي س تربيع زائد 8 س بيساوي 20. طيب راح نحول العشرين على الجهة الثانية بالسالب عشان نخلي المعادلة بتساوي صفر، فبتصير س تربيع زائد 8 س ناقص 20 بتساوي صفر. هيك صارت عندي المعادلة على الشكل العام للمعادلة التربيعية. طيب ايش معنى هذا الكلام؟ بدنا نحلل المعادلة عشان نجيب الحل. طيب بدنا نفتح قوسين وبيساوي صفر، بدي عددين حاصل ضرب ومسالب 20 مجموعهم موجب 8. طيب ايش في سالب 20؟ سالب 10 او موجب 10 ضرب 2 ضرب سالب 2 بطلع قديش؟ سالب 20. مجموعهم قديش؟ بطلع موجب 8. يعني في التحليل بيطلع عندي س زائد 10 وس ناقص 2 بيساوي 0. زي ما حكينا عددين حاصل ضربهم سالب 20 مجموعهم موجب 8 اللي هم العشرة بالموجب والسالب 2. إذن إما س زائد 10 حتساوي 0 أو س ناقص 2 حتساوي 0. طيب بدنا نودي العشرة على الجهة الثانية، يعني إما س حتساوي سالب 10 أو س حتساوي موجب 2. هدول هم الحلول اللي موجودين عندي للمعادلة. طيب نيجي الآن للمعادلة اللي بعديها اللي هي المعادلة ها. طيب عشان نجيب المعادلة ها اللي موجودة عندي بيقول لي سالب س تربيع زائد 6 س زائد 16. طيب سالب س تربيع زائد 6 س زائد 16، أنا السالب هذا رح يغلبني، يعني حاسس إنه السالب هذا بيغلبني، ففي عندي حل إني أتخلص منه، هذا المطلوب دال وهذا ها. ففي عندي طريقة سهلة إني أتخلص من السالب، كيف؟ إني أضرب المعادلة كلها بسالب، يعني المعادلة هذه كلها بدي أضربها في سالب واحد، فبالتالي بدي أضرب السالب س تربيع بسالب، يعني بدي أغير الإشارة لكل المعادلة، بتصير س تربيع الستة س بالموجب راح تصير سالب ستة س، والستعش بتصير سالب ستعش بتساوي صفر. هل أنا هيك غيرت إشي في المعادلة؟ طبعا لا، يعني زي كأني أخذت كل هدول الحدود اللي موجودة هنا نقلتهم على الطرف الثاني، غيرت إشارتهم، يعني زي كأني أخذتهم من كفة الميزان الأولى ونقلتهم على كفة الميزان الثانية. هل أنا غيرت إشي في المعادلة؟ طبعا لا. فبالتالي لما تكون عندي معامل سين سالب واحد بنضرب في سالب، يعني زي كأني أخذنا كل هدول المعاملات على الطرف الثاني وبضل بدالهم صفر، يعني فقط قلبنا الإشارة تبعت المعاملات. طب الآن بقدر أحلل هذه المعادلة بسهولة، نفتح قوسين على السريع وبنحكي بيساوي صفر، عددين حاصل ضربهم سالب 16 مجموعهم سالب 6. طيب إيش في عددين حاصل ضربهم سالب 16؟ طيب في عندي أكتر من عددين، الأربعة والأربعة حاصل ضربهم سالب 16، طبعا سالب 4 في 4، أو سالب 8 في 2 مثلا، سالب 8 و2 ضرب 2، سالب 8 في 2 بطلع عندي سالب 16، مجموعهم سالب 8 زائد 2 بطلع عندي سالب 6. إذن هذا هو الحل، س ناقص 8 وس زائد 2 اللي هي الأرقام اللي طلعت معي. دائما انتبهوا للإشارات، بأخذ الأرقام بالإشارات تبعتها، سالب 8 سالب 8، 2 موجب 2. طيب الآن عشان نحل المعادلة هذه، إما س ناقص 8 حتساوي 0 أو س زائد 2 حتساوي 0. هذا الإشي بيؤدي إنه س حتساوي 8 أو س بتساوي سالب 2. هدول هم الحلين للمعادلة اللي بيخلوا قيمة المعادلة هذه لما نعوض فيهم عن س فيهم بتساوي 0. يعني لو عوضت في هذه المعادلة عن س بتساوي 8، 8 تربيع ناقص 6 في 8 ناقص 16، حلاقي إنه المعادلة قيمتها بتساوي 0.
ايضا لو عوضت عن سين بسالب 2 ايضا نفس الاشي، حلاقي انه المعادلة قيمتها 0. نيجي الان لسؤال 3. سؤال 3 بيحكي لي اجد عددين حاصل ضربهما 104 ومجموعهما 21. يعني عددين مع بعض حاصل ضربهم 104 ومجموعهم 21. طيب عددين مجموعهم 21 وحاصل ضربهم 104، طب سيبونا من حاصل الضرب. بالنسبة للمجموع لو فرضت انه العدد الاول، لنفرض العدد الاول اللي هو ايش؟ سين. العدد الثاني ايش راح يساوي؟ ايش راح يكون؟ لو فرضنا انه العدد الاول سين، مش هلقيت العددين مع بعض اللي هو سين زائد العدد الثاني بيطلع عندي 21؟ يعني لو نقصت 21 ناقص سين المفروض يطلع عندي العدد الثاني، يعني العدد الثاني راح يطلع 21 ناقص سين. نعيد، العدد الاول سين، مجموع العددين 21. طيب يعني لو نقصت 21 ناقص عدد منهم العدد الاولاني اللي هو سين المفروض يديني العدد الثاني اللي هو 21 ناقص سين، صح ولا لا؟ ليش؟ لانه لو جمعنا سين زائد 21 ناقص سين، سين مع السين بتروح بيطلع المجموع تبعهم قديش؟ 21. فبالتالي طلع مجموعهم 21. فبالتالي بنفرض العدد الاول سين، العدد الثاني بيطلع اللي هو 21 ناقص سين. يعني لو فرضنا انه هي ال 21، هذه هدول 21، لنفرض انه هدول 21 سم مثلا، والعدد الاول كان قيمته سين انا مش عارفها، طيب ايش راح يضل من ال 21؟ لانه مجموع الاثنين بيطلع 21، ايش راح يضل؟ راح يضل 21 الكبيره ناقص سين، راح يضل هذه الجزئيه. فبالتالي العدد الثاني راح يكون 21 ناقص سين. ايضا حاصل ضرب العددين، ضرب العددين بيساوي 104. طيب نيجي الان للحل المعادله، نيجي الان نعمل معادله. يعني سين مضروب في 21 ناقص سين بيعطيني قديش؟ 104. الان بدنا ندخل وبدنا نضرب، نيجي نضرب سين على القوس هذا بيطلع عندي 21 سين ناقص سين تربيع بيساوي 104. طيب رح ننقل هدول على الجهة الثانية عشان تطلع عندي سين تربيع بالموجب، لاني بديش اياها بالسالب، فبيطلع عندي سين تربيع ال 21 سين لما ننقلها على الجهة الثانية بتصير سالب 21 سين، ال 104 راح تضلها بالموجب زائد 104 لانه هي اساسا في الجهة الثانية فمش حنغير اشارتها. هذا الكلام كله بيساوي 0. هيك انا كتبت المعادلة اللي موجودة عندي على الصورة العامة. الان عشان نجيب قيمة سين بدنا نجيب حل المعادلة، يعني بدنا نجيب جذور المعادلة، بدنا نجيب القيم اللي بتخلي سين بتساوي 0 او اللي بتخلي المعادلة هذه بتساوي 0 لما نعوض عنها بدل سين. طيب نيجي نحلل المعادلة هذه زي ما احنا كنا نتعلم التحليل. طيب بدي عددين حاصل ضربهم 104 ومجموعهم سالب 21. طب ال 104 ايش بتساوي؟ بتساوي سالب 8 في سالب 13 او 8 في 13. طيب سالب 8 وسالب 13 مجموعهم سالب 21، صح، اذا هدول هم الرقمين اللي انا بدي اياهم. طبعا انا ممكن ما اعرفهم مش دغري، راح اضلني اجرب لعند ما اجيب عددين حاصل ضربهم موجب 104 ومجموعهم سالب 21. طيب الان سين ناقص 8 وسين ناقص 13، الان صارت العملية سهلة، فسين حتساوي او ناقص 8 حتساوي 0 وسين ناقص 13 حتساوي 0، فاذا سين حتساوي 8 او سين حتساوي 13. يعني هذا حل وهذا حل موجود عندي. لاحظوا عندي انه 8 و13 مجموعهم 21، يعني لو فرضت انا انه العدد الاول اللي هو سين كان 8 فبالتالي العدد الثاني ايش راح يكون؟ راح يكون 13، لانه 8 و13 بيطلع 21 وحاصل ضربهم 104. ولو فرضت انه العدد الاول 13 العدد الثاني راح يطلع ايش؟ راح يطلع 8،
لأنه 13 و8 بيطلع 21 وحاصل ضربهم 104. هيك أنا بكون جبت الحل تبع هذه المعادلة، فبالتالي قيمة سين إما بتطلع 8 أو 13. طيب نيجي الآن للسؤال الرابع في أسئلة التمارين والمسائل للدرس الأول تحليل المعادلة التربيعية. بيقول لي في السؤال الرابع: أجد طول قاعدة مثلث مساحته 2 متر، يعني مديني المساحة تبعت المثلث علما بأن طول قاعدته يزيد 3 متر عن ارتفاعها. يعني طول القاعدة هو 3 متر زائد الارتفاع زي ما احنا شايفين. طيب يعني لو فرضت انه الارتفاع عبارة عن سين، طول القاعدة قديش راح يكون؟ سين زائد 3. طب ايش في عندي معادلة بتربط الاثنين مع بعض؟ المساحة، مش هو مديني المساحة؟ طيب اذا مساحة المثلث ايش بتساوي؟ بتساوي نص ضرب طول القاعدة ضرب الارتفاع. طيب انا فرضت انه الارتفاع اللي موجود عندي سين، وقلنا طول القاعدة بيزيد عن الارتفاع بمقدار 3، يعني طول القاعدة عبارة عن سين زائد 3، فبالتالي مساحة المثلث هتساوي نص مضروبة في سين زائد 3 مضروبة في سين. نيجي الآن نضرب، ندخل السين على القوس وندخل النص أيضا على القوس. طيب سين زائد 3 ضرب سين، هذا الكلام كله إيش بيساوي؟ بيساوي مساحة المثلث اللي هي عبارة عن إيش؟ عبارة عن 2. طيب أنا النص اللي هنا موجودة مش عجباني، فبالتالي بدي أتخلص منها، بضرب المعادلة هذه باتنين، فالتنين بتروح مع التنين، ولازم أضرب الطرف الثاني، بما إني ضربت الطرف هذا في اتنين لازم أضرب الطرف الثاني باتنين. طيب معناها اتنين في اتنين بطلع عندي 4، النص راحت زي ما إحنا شفنا لأنه ضربنا المعادلة في اتنين، سين ضرب سين زائد 3، سين في سين بطلع عندي سين تربيع، وسين في 3 بطلع عندي 3 سين. طب الأربعة بنقدر نقول على الجهة الثانية؟ بنقدر، بصير هنا بضل عندي صفر، فبتصير المعادلة سين تربيع زائد 3 سين ناقص 4 إيش بيساوي؟ بيساوي صفر. طيب نيجي الآن نحلل المعادلة زي ما إحنا كنا نتعود نحلل أي معادلة في الدنيا. طيب بدي عددين حاصل ضربهم سالب 4 مجموعهم قديش؟ 3. الأربعة والسالب 1، الأربعة ضرب سالب 1 بطلع عندي سالب 4، مجموعهم قديش؟ مجموعهم موجب 3، لأنه 4 زائد سالب 1 بيطلع عندي موجب 3. طيب إذن 4 أو سين زائد 4 وسين ناقص 1، فإذن سين زائد 4 هتساوي 0 أو سين ناقص 1 بتساوي 0، إذن سين هتساوي سالب 4 أو سين هتساوي موجب 1. طيب لاحظوا انه سين، المقدار سين ايش حكينا عنه؟ انه هو بيساوي الارتفاع، يعني بيساوي مقدار طول. هل سين ممكن تساوي سالب 4؟ اذا بقول له غير ممكن، يعني هو فعلا السالب 4 حل المعادلة، ولكن لانه المعادلة بتحل الطول فبالتالي هو استحالة يكون الحل اللي موجود عندي، فبالتالي الحل هو عبارة عن سين بتساوي 1 اللي هو طول الارتفاع، اللي هو الارتفاع اللي هو سين بيساوي قديش؟ بيساوي 1. طيب قديش طول القاعدة؟ طول القاعدة زي ما حكينا بيساوي سين زائد 3، يعني حيساوي 4 متر زي ما احنا شايفين. الارتفاع حيكون 1 متر وطول القاعدة 4 متر. هذه هي الحل، أو هذا هو الحل اللي موجود عندي. طبعا الطول مش ممكن يكون في السالب، عشان هيك استبعدنا الحل تبع السالب 4. طيب نيجي الآن لسؤال 5: يعد التبريد أحد طرق حفظ الأطعمة ويعطي عدد البكتيريا، أو يعطى عدد البكتيريا في الأطعمة المبردة لكل جرام بالمعادلة عين بتساوي عين اللي هو عدد البكتيريا، إيش بيساوي؟ 20 را تربيع ناقص 20 را زائد 120. طب را ايش بتمثل؟ بتمثل درجة الحرارة
التي تحفظ بها الأطعمة. يعني حسب درجة الحرارة اللي بنحفظ فيها الأطعمة بنقدر نجيب عدد البكتيريا في الأطعمة لكل جرام. طيب ما هي درجة الحرارة التي يكون عندها عدد البكتيريا 115 في الجرام الواحد؟ يعني عدد البكتيريا هذا اللي هو الناتج قديش لازم يكون؟ 115. فبدي قديش را اللي بتحقق هذه المعادلة؟ يعني وقتش بيكون ناتج هذه المعادلة، وقتش بتكون أو قديش بتكون درجة الحرارة لما يكون عدد البكتيريا 115 في الجرام الواحد؟ يعني هذا الكلام إنه 20 را تربيع ناقص 20 را زائد 120 بيساوي قديش؟ 115 جرام في ال أو في الجرام الواحد. 120 قديش؟ 120 خلية بكتيرية، أو 115 عفوا خلية بكتيرية. طيب هل أنا بقدر أحل هذه المعادلة؟ طبعا لا، لازم نخلي الطرف هذا بيساوي صفر. طيب بقدر أنقل 115 على الجهة الثانية. طبعا أنا إيش هدفي؟ أنا بدي أجيب را اللي بتحقق هذه المعادلة، فعشان نحل المعادلة لازم الطرف هذا اللي عندي يكون بيساوي صفر. فبالتالي الحل الوحيد عشان نخلي هذا الطرف صفر اني انقل 115 على الجهة الثانية. 115 راح تروح هنا بالسالب، يعني 120 بالموجب مع 115 في السالب بضل عندي موجب 5. يعني 20 را تربيع ناقص 20 را زائد 5 بيساوي صفر. من وين اجت الموجب 5؟ اللي هي 120 بالموجب ونقلت لها 115 صارت سالب. 120 ناقص 115 بيطلع عندي قديش؟ 5. الخمسة هذه ناتج ل 120 ناقص 115. طيب الآن صارت عندي هذه المعادلة جاهزة و 100%. طيب بدي لاحظوا عندي هنا الهنا 20 وهنا عندي 20 وهنا عندي 5. هل بقدر أبسط المعادلة هذه عشان تسهل علي الحل؟ بقدر، لأنه العشرين والعشرين والخمسة بيقبلوا القسمة على 5. إذن بنقسم المعادلة كلها على 5. 20 تقسيم 5 بيطلع عندي 4 را تربيع ناقص 5 أو عفوا 4 را زائد قديش؟ زائد 1، لأنه 5 تقسيم 5 1 بيساوي صفر. ليش؟ لأنه صفر تقسيم 5 بتضلها زي ما هي اللي هي صفر. فإذا هذه هي المعادلة اللي طلعت معي. طبعا الآن عشان نحلل هذه المعادلة بدي عددين حاصل ضربهم موجب 1 ومجموعهم قديش؟ مجموعهم سالب 4. بس بدي أدخل لاحظوا هنا معامل را تربيع ما هواش إيش؟ ما هواش 1. فبالتالي في هذه الحالة بدنا نستخدم طريقة المقص اللي تعلمناها. بنحط هنا 4 را زي ما احنا شايفين، وهنا را مثلا. طبعا هذه تجربة، احتمال تكون 2 را و2 را في القواس، فبالتالي انا بعرفش. طيب حطيت 4 را ورا هنا. الان بدي عددين حاصل ضربهم موجب 1، ولما اجمعهم مع بعض بيطلع عندي سالب 4 را. طبعا لما نجمع في الجمع اللي موجود عندي اللي هو جمع الحدود. طيب نيجي الآن نجرب. ايش في عددين حاصل ضربهم 1 ومجموعهم سالب 4؟ طيب ما فيش عندي اعداد حاصل ضربها 1 غير ايش؟ غير الواحد والواحد، الواحد والواحد. طيب نيجي نشوف. 4 ضرب 1 بيطلع عندي 4، زائد را ضرب 1 بيطلع عندي را، فبيطلع عندي 5 را. طبعا بزبطش. طب نيجي نجرب بالسالب. 4 ضرب 1 بالسالب، سالب وسالب. طيب نيجي نجرب السالب 1 والسالب 1. 4 سالب 1 ضرب سالب 1 بيطلع عندي 1، ما فيش مشكلة. 4 في سالب 1 بيطلع عندي سالب 4، زائد را اللي هي عبارة عن 1 را في سالب واحد بيطلع عندي سالب واحد، مجموعهم قديش؟ بيطلع عندي سالب 5. إذن هذا الحل أيضا غلط. طيب في عندي خيار تاني، إن أحط هنا 2 را وهنا 2 را. ليش؟ لأنه 2 را ضرب 2 را رح يطلع عندي برضو 4 را تربيع.
طيب 2 في سالب 1 بيطلع عندي سالب 2، و2 في سالب 1 بيطلع عندي سالب 2، اذا مجموعهم سالب 4، اذا طلع عندي المجموع سالب 4 ر، وحاصل ضربهم اللي هو سالب 1 ضرب سالب 1 بيطلع عندي قديش؟ موجب 1. فبالتالي الحال راح يكون عندي 2 ر ناقص 1، بناخذ الان الخط الافقي مع الخط الافقي، و2 ر ناقص 1. لاحظوا بالاول لما جربنا نحط 4 ر ضرب 1 ر ما زبطش معي. طب الأربعة ما هي بتساوي 2 في 2، فجربنا انه نضرب 2 ر ضرب 2 ر اللي هو راح يطلع عندي 4 ر تربيع، وسالب 1 وسالب 1 زبط عندي، فبالتالي طلع هذا هو الحل. طيب لاحظوا عندي انه هذا المقدار هو نفسه هذا المقدار، يعني 2 ر ناقص 1 حتساوي 0. طب هذا الاشي لايش بيؤدي؟ بيؤدي انه حنقول الواحد على الجهة الثانية حتصير، حنقول السالب واحد على الجهة الثانية حتصير سالب واحد، ونقسم على 2، فبالتالي راح حتساوي نص. فبالتالي قيمة درجة الحرارة اللي بتكون عندها البكتيريا 115 ر اللي هي بتساوي قديش؟ نص درجة. يعني لما تكون درجة الحرارة نص درجة يعني أكبر من الصفر بشوية، في هذه الحالة راح تكون عدد البكتيريا 115 في الجرام الواحد. طبعا أنا ما حكيتش هنا أو ليش؟ لأنه هذا المقدار هو نفسه هذا المقدار، فبالتالي هذا راح يعطيني نفس النتيجة اللي راح يعطيني إياها هذا، إنه ر بتساوي نص. فبالتالي هنا ما فيش عندي غير جواب واحد اللي هو ر بتساوي نص. هيك أنا بكون حليت هذا السؤال وحللت المعادلة التربيعية وطلعت القيمة اللي بيكون عندها عدد البكتيريا بيساوي 115. أصدقائي الأعزاء، هيك بنكون انتهينا من شرحنا لليوم. بتمنى تعملوا لايك للفيديو، تشتركوا في القناة إذا أنتم مش مشتركين، وتفعلوا جرس التنبيهات. أيضا بتمنى تشاركوا الفيديو لأكبر عدد ممكن ولجميع أصدقائكم على جميع مواقع التواصل الاجتماعي. اللي حابب يدعم القناة، احنا فعلنا ميزة الباتريون، فكافة التفاصيل اللي بتقدروا تدعموا فيها القناة موجودة في الوصف أسفل الفيديو. أيضا ياريت تطلعوا على الروابط اللي موجودة في الوصف أسفل الفيديو، حتفيدكم كتير. في الختام، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وإلى لقاء جديد.